واحد بديه وما نحن شهوك بديه. بسم الله عليك بديه. تقولي سكينة عم تنغز هون بصدري. طيب بديه نعم بركي بترتاح. ما عم بقدر نام ولا عم بحسن اتنفس. تقولي صخرة على صدري. بدي اقلي شو عمل؟ ليك شو بتعملي؟ يعني لازم اطلبها طلقة. شو هي؟ اسعاف اسعاف زهرة. هذا قلب مو مسخرة مو لعبة. يعني بتحس انه لازم اطلب اسعاف؟ لازم تطلبي الاسعاف. يعني ضروري انجلت لتطلبيها. بدي شو عملك؟ انا رح اطلب اسعاف. بدي انا رح اطلب اسعاف. قولي بدي بدي رصاص اللي خرد ايك لترتاح منك. مرت عمك شو بدك؟ بدي يا مرت عمي ما بعرف شو صار له. لك انا جوزتك يا مشان ارتاح مو مشان كل شوية تقلزيني. ما مشكلة مرت عمي بس انا ما بحسن روح لعند مهاني. نهاري شو اخذك لعند مهاني؟ هلا بدي تلفي للاسعاف. شو في للاسعاف؟ بدي قلبه عم يوجعوه. يبليكي بقتلك يبليكي بقتلك. قاعده عم تشرحيلي بالتفصيل الابري احكي من الاول. قولي خليكي بلا قلة عقل. شفي روح معه. بدي روح معه. شو شايفتيني بلا نخوة؟ طبيعي بدي روح معه. هو هو صحيح نسيت اغراض الزلزال. بركي صار الزلزال وانا بالمستشفى رح اجيبه. شفي روح معه. لك شو هاد؟ شو عم تعمل انت؟ عم شوفه مبين ولا مو مبين؟ مين؟ نجم ابو دين. لك لساتك عم تفكر فيه؟ انتي لساتك مستهونة بهالمصيبة اللي عالطريق؟ لك المصيبة واقعة عالكل. انا اللي عاممني هلا بديع مو عاممني هذا بطيخ ابو دين. هلا بيغزوه ابرة وبيرجع مثل السعدان. لا تخافي عليه. ماني خايفة بس كنت مفكرة تروح معه حضرتك. ليش ما حدا راح معه؟ بلا المحبين كتار الحمد لله. بس انت عمه بمثابة ابوك لازم تكون على الاول. هلا بدنا نروح نصف دبكة بالمستشفى. خلاص اللي راحوا بيكفوا. هذا جوز بنتك وابن حرمتك. مزبوط مزبوط. بس هلا مو وقته. بكره ما رح يصفى لا مستشفيات ولا مرضى. كلنا رح نودع كلنا رح نودع. واللي بيموت هلا معزوز بيرتاح من الشوفه. شافت ايش؟ نجم ابو ديل هو عم يدق بالارض. طبقه الاوزون تتشلخ تشليخ. الجليد بيدوب وبتطمرنا المي. هذا اذا الارض ما انفلعت نصين. اقري المجله قدامك شوفي شو عم ينكتب. قولي اوكي يا بدي. اول مره بيصير معك شغله القلب مو سهله. الله يجيب على خير. شو هي اغراض الزلزال؟ ايش هو بيعرفني؟ قرالي بالجرايد انه من هون لخمسين سنه بده يصير زلزال امطار عقله. هي اول مره بسمع بهالشغله. ايه طبعا زهره هي اول مره بدك تسمع بهالشغله لانه انت مو مثقفه ما بتقري جرايد. مزبوط بس بشوف تلفزيون. ايه ما بتشوفي بالتلفزيون غير برامج الطبخ. شو غادة؟ شو شايفتيني دبة لهالدرجة؟ لا مالك دبة، الدب يلي بيلحق لي الزلزال مثل جوزي شفيق. ايوه. ويلي بيلحق النجم ابو دنا. شو غادة؟ بعدين انا اعمل لك ها؟ ايه شبكي شو قلنا لك بس قلنا لك على طرف يبليكي بهالدرجة. خلص وصلتي مبين شيء؟ لا لسه. امي اذا بدك روحي نامي روحي حبيبتي. لك عمرك بحياتك سمعتي وحدة ابنها حصرتي بالاسعاف مو معروف شو صاير له وراحت نامي. روحي نامي مرت عمي ما بنحكي لحدا. انا مو مشان هيك خايفه وليه؟ لك مشان شو؟ بكره بس يجيكي ولادك بتعرفي شو معناتي الهموم.